صباح الخير وكل التحيات لكم أحبائي المشاهدين. اليوم وكل يوم عبر مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان تمرق الأيام ونضل نقول مشاكل، وطبعا المشاكل تكثر تكثر جدا، ولكن إيماننا أن يكون فعلا في حلول مع المعنيين. مع ضيفنا اليوم رح نحاول نضوي، ولأول مرة طبعا بنستقبله نحن بمشاكل وحلول، سبق ومر بضيافة غير برامج بتلفزيون لبنان، ولكن بهمني تنفوت على صلب الموضوع نضوي على واقع جمعية مصير لحقوق الإنسان من خلال حملة جنسيتي كرامتي. طبعا هذا المعنى من خلاله كثير نحن كان لنا متابعة ومواكبة ببرامجنا، ولكن من رأس النبع إنجاز التعبير مع ضيفنا مصطفى الشعار رئيس الجمعية، جمعية مصير لحقوق الإنسان، بنبدأ لقائنا تنعرف شو هو هدف الاستمرار بهذه الحملة جنسيتي كرامتي المعنية فيها المرأة اللبنانية. أهلا وسهلا فيك. سعد صباحك أستاذنا، ولا شرف لنا اليوم أن نكون معك، ونحن كنا خسرانين أنه ما طلعنا معك. خليك سيدي، ولكن سؤال جنسيتي كرامتي، هذه يعني الحملة هي معنية فيها المرأة اللبنانية تحديدا. نعم. ولكن في قراءات وحسابات قد تكون عذرا سياسية مذهبية طائفية إلى ما هنالك من مواضيع وراء الكواليس. من خلال متابعتك لوين توصلنا حتى تقولوا أنه أنتم مصرين لتعديل طبعا القانون وفق الدستور اللبناني؟ شو قصدت القانون وربطته بالدستور اللبناني؟ من شو خايفين؟ صحيح. بداية أنت لما بيكون عندك قضية بدك تستند على شيء لحتى تنطلق من هاي القضية. نحن وقت اللي بنعرف الدستور اللبناني، هو مقدمة الدستور هي شريعة حقوق الإنسان. صح. ولبنان هو عضو مؤسس بالأمم المتحدة. نعم. فمقدمة الدستور اللبناني تمنع التمييز بين المواطنين على أي أساس، على الجندر واللون وال بيجي عنا المادة السابعة بالدستور، المواطنون سواء لدى القانون في الحقوق والواجبات دون تمايز أو تفضيل. نجي منطلع هون، لفتني أنه المرأة الأجنبية لها حقوق أكثر من المرأة اللبنانية. بما معناها المرأة الأجنبية ترتبط بلبناني، بتصير هي وولادها لبنانيين، أما المرأة اللبنانية ارتبطت بأجنبي ولا شيء، هي بعدها لبنانية، عائلتها كلها ياتها أجانب. ما يترتب عليه الموضوع، هي مش الفكرة أنه الموضوع عطيون جنسي، عطيون إقامة، يمكن إقامة مجاملة لسنتين. شو بيعملوا فيها يعني؟ ولا شيء يعني، مثل هلا واحد إعفاء من الرسوم يمكن 300,000 بالسنة، هذه هي كتر خير الله يعني، بس لا بيشتغل لا بيتعلم لا بيتحكم لا بيتوظف لا عندهم أي مستقبل. نعم. بحجة إنه هلا تحشى. طيب لناخذ موضوع إجازة العمل، إجازة الإلغاء إجازة العمل لأبناء الأم اللبنانية أقر. نعم. في مجلس النواب بالإجماع يعني بأغلبية، يعني نرد من أصل أنه أقر أنه تلتغى إجازة العمل. يعني نحن عم نقول بما أنه عم الناضل لحتى يوصلوا لموضوع إجازية يكون في نوع من المساواة، يعني نبلش بالمساواة خفيفة يعني تنشوف الطقم السياسي كيف الله بده يريحنا. فبيردوا من الأصل الجمهوري بحجج ما القانونيين ما اقتنعوا فيها. هلأ نحن عم الناضل لحتى نرجع نوضعه باللجان، أنه يعني أمر الله شغل ما فيه ماشي، وعم نحط هاي الضوابط على أولاد الأم اللبنانيين اللي خلقانين ربيانين بلبنان. نعم. والدستور عطاني حق أنه يكون اللبناني. أوكي. إنما مين واقف بوجه هذا الحق؟ الطائفية السياسية، مش الأديان. اليوم المسيحي ما بيعارض جوهر الدين المسيحي، محبة وانفتاح. كيف بدي أقول أنا ليه هداك عم بيجيب أولاد أكتر مني؟ هذا يعارض الدين المسيحي. نعم. المسلم لو كان في مسلم واحد ومليون مسيحي، هذا المسلم لازم ياخذ حقه ولو كان العكس صحيح. نعم. فاذا الشعب اللبناني بجناحيه الاسلامي والمسيحي ما عنده مشكله، لانه في 30-35% هن مسيحيه. نعم. مغيبين ما لهم حقوق، بحجه انه نحن ما بدنا نعطي المسلمين حقوق لحتى ما يصيروا اكثر. اذا ما بدنا نحكي يعني مذهبيا او طائفيا، بدنا نقول يعني في الفلسطيني كان عليه تحديدا علامه استفهام كبيره، هذا والخوف عظيم. نعم. نحن جينا قلنا بالاحصاءات اللي انعملت، اخر احصاء طلع 174,000 فلسطيني في لبنان. 174,000 عدد الفلسطينيين. نعم. المتزوجين من لبنانيات هن 4%، يعني ما بيتعدوا ال 10,000. نعم. طب هول ال 10,000 شو بغيروا ب 10,000 شخص مثلا؟ شو بيغيروا بالديموغرافيا؟ بيرجع بيقول لك الواحد اما ممكن بكره يهاجروا من استراليا الفلسطينيه تيجوا ياخذوا الجنسيه اللبنانيه. يا خي اسمع مني، بيعونا اياها، ما هو اللبناني يا حرام. او نحن بقول لك شغله، وقت اللي انت بتشوف اللبناني واقف بالدور على السفارات بتلاقي ابن اللبنانيه متمسك بهذه الهويه، هون بدك تسال حالك ليش؟ لانه الوطن غير البلد. انت ممكن هلا يكون معك جنسيه فرنسيه، انما انت مش وطنك فرنسا، هيدا بلد تمتلك الى الجذور للبنان، وين يعني لوطني، يعني انت وين موجود، وين ذكرياتك، وين طفولتك، وين انت خلقت،
هيدا وطنك اللي استوطنته ورضيته وطن لإلك. نعم. فإذا نحن هذه الطبقة السياسية اللي عم بتعارض هذه الحقوق تحت حجة الديموغرافيا واوا والطوائف وما بعرف شو، هذا كله ما بيعنينا. لقلك ليش؟ لأن اليوم إذا بدنا نحكي بحجة الفلسطينية، نعم، طب المرأة الفلسطينية لما عم تتزوج لبناني مش عم بتصير لبنانية؟ نعم. طب هذا شو؟ مش توطين مثلا بغير مطرح؟ بيقلك حق العودة، حصول الفلسطيني على جنسية تانية لا يسقط عنه حق العودة، هاي اثنين. ثلاثة، لما أنت عم تمنع جيل ربي تمنعه يتعلم، تمنعه يتحكم، تمنعه يبني مستقبل، شو متوقع تقطف بعد 10 سنين من هيدا الجيل؟ أنا عندي سؤال لك، ليش أنت مهتم بهذا النوع يعني من المشكلات؟ يعني مجتمعنا زاخب كتير في مشاكل، ولكن ليش أنت خصصت يعني جمعيتك مصير لحقوق الإنسان؟ هي مصير حملة جنسيتي. نعم. كرامتي، هي مصير أمبريلا كبيرة بنشغل. نعم. فيها كتير إشياء، بس للأسف وقت اللي بلشنا تفاجأنا بأنه ما في أي حقوق للأم اللبنانية. يعني تعطيك قرار طلع من النفوس اللبناني أنه المطلقة اللبنانية فيها تحط أسامي ولادها بخانة الملاحظات. نعم. إذا طلقت أو أرملت. نعم. طب اللبنانية المتزوجة أجنبي إذا طلقت أو, 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 أو ترملت، ليش ما فيها تحط أسامي ولادها؟ هول أولاد البطة البيضة وهول أولاد البطة السوداء، يعني حتى بين المرأة. نعم. عم بيحاولوا يميزوا، في تمييز. طب كيف يعني أي عائل بيقبل استاذ نقول هلأ أن يكون عندك أنت صبي وبنت؟ أنت بيكون عندك صبي وبنت تقدر تعاملهم مش مثل بعض؟ لا طبعا لا. طب كيف نحن بدنا نسكت لهذا القانون؟ وأي قانون لا ينطلق من حقوق الإنسان والمساواة العادلة؟ نحن نطالب بالمساواة والعدالة، يعني مش بس المساواة بها تكون عادلة، مرات المساواة منا عادلة. نعم. نحن نطالب بالمساواة العادلة للأم اللبنانية وللمرأة اللبنانية كما نص الدستور، ولن يعيقنا بعض السياسيين، مع أنه في كتير السياسيين هني معنا. نعم. لن يعيقنا بعض السياسيين اللي عندهم حسابات ضيقة تتعلق بالانتخابات. يعني أنا اليوم شفنا نحن مرسوم ل94 أنا ماني معه تنكون واضحين، لأنه ما كان ميكانيزم تجنيس اللي عم تحكي عنه. ايه في فرق. نعم. بين التجنيس والحق بالجنسية. نعم. أوكي، والتوطين. نعم. التوطين أنك تجيب ناس من برا تحطهم هون، هذا توطين. تجنيس بتجنس جماعي، حدا ما له حق واعطيته الجنسية. أما اكتساب الجنسية بالدستور هيدا حق مطلق ما لا نقبل فيه بالنقاش. طب اليوم أنتم كمان عندكم ملاحظة لتصحيح وضع مكتومي القيد. نعم. قيد الدرس في لبنان، يعني نعم. قديش أنتم قادرين قانونيا على المواكبة والمتابعة لملف في عشرات الألف طبعا، يعني من يعني الشكاوى والأوضاع، قديش. نعم. أنتم قادرين ومين عم بيساعدكم بتمويل هذا الاهتمام بهذه الحملة؟ أنا كتير حبيت سؤالك. نحن للأسف جمعية غير متمولة. ليه عم أقول للأسف؟ لأنه بالحقيقة لما ما يكون عندك تمويل ما بتقدر تشتغل الأشياء اللي أنت بدك إياها، بس بنفس الوقت مش رسم حدود لشغلك أنت، مش عامل خريطة طبيعي. بس أنت اليوم الدونر عنده هو أولويات. أنا ما بيهتم، يمكن بعض الدونر بيتهتموا بأشياء بتخصهم. مصبوط. أنا بالنسبة لي ما في حيد عن القضية، يعني يا أما المال يا أما القضية. هلأ اليوم مكتوم القيد وقيد الدرس هن أشخاص لبنانيين. نعم. منذ ما قبل لبنان كانوا هون بالأرض بأحصى 32، بنعرف كلنا لا كان في واتساب ولا تلفزيون ولا كذا، أغفل تسجيلهم. نعم. وبعدهم من سنة الثلاثينات لهلأ بلا هويات. طيب شو هيدا؟ يعني معلش حلوة ما يعني أنا مع احترامي طبعا الأرمني إجا لهون على لبنان استقبلوا حقلوا الجنسية أخدها. طيب اللي استقبل الأرمني، أنا امرأة من البقاع تعرفت عليها عمرها 90 سنة، فتحت بيتها استقبلت المهاجرين الأرمن لما أجوا، الأرمن صاروا لبنانية، هي بعدها مكتومة قيد. وطب تفسير مكتوم القيد بالقانون شو؟ مكتوم يعني القيد هو للناس اللي عم بيتابعونا لبعض الفكرة، مكتوم القيد هو 3 أنواع. يوم فيكم مكتوم قيد ضمن الجنسية الأجنبية، أي امرأة لبنانية تزوجت أجنبي لم تسجل هذا المولود في بلد والده الأصلي لسبب ما. وهون بتكون سجلته هون؟ لا ما معه شيء. يعني ما معه شيء. ما معه شيء. يعني معه ورقة الكنيسة، ورقة الشيخ. صعب. أو ورقة مختار إنه هو. الوضع لا يصحح بهذه الحالة. الوضع المفترض يصحح لو عم يتساعدوا، بس اليوم إذا فيك تروح على القضاء بتكون أبو زيد خالك. أوكي. يعني بقى تحط اللي فوقك واللي تحتك. أوكي.
بيرجع مكتوم القائد لبناني لبناني. نعم. اللي هو امرأة لبنانية متزوجة لبناني كمان مسجل بنكية مسجل الولد مثلا يعني. بنكية مثلا حلوة يعني منك في بالولاد في نكية في عم نشوف نحن العنف ضد المرأة عم بيكون في نكيات هيدي واحدهم. اوكي وفي عنا مكتوم القائد اللي هو مكتوم قائد اصلا لا يملك اي جنسية هذا بسموه عديم الجنسية اللي كان موجود بالارض وما عنده هوية كان موجود بلبنان من قبل 1900 بيشتغلوا فلاحين رعاة بدو كانوا رحال سكروا الحدود حطوهم هون وقت عملوا الأحصى قالوا اللي بيبقى بلبنان لبناني واللي بيبقى برا مش لبناني هو ثلاثة وفي قيد الدرس اللي هني أشخاص وعدون بأنه بيعطون قيد الدرس وبعد كم سنة بيصيروا لبنانيين بعضهم عم يدرسوا فيهم لهلأ هو أنت اليوم المنظور الإنساني والمنظور القانوني يستحيل انك تبني وطن بدون شعب طب هيدا الشعب اللي انت عندك اياه اوريدي ليش ليش الطبقه السياسيه عم تضحي بشعبها طيب نحن رح نوصل لحقوقنا شاء من شاء وابى من ابى ليش لانه اليوم في دستور حميك لو انت اليوم قدرت تتغاضى عن بعض بنود الدستور كسلطه بعد شوي ما بقى فيك تتغاضى طب سيدي قديش اخر احصاء انعمل كان عدد مكتومي القيد بلبنان ايمتى انعمل اخر احصاء 2009 فيك تقول لي قديش انعمل بعده فيك تقول لي قديش عدد سكان لبنان بالاحصاء اخر احصاء ايمتى انعمل نعم ايمتى سنة 1932 نعم. من وقتها لهلا ما 37 32 37 عم بقول المخرج 37 32 يا مخرج تكرم 32 اي لهلا ما انعمل احصاء نعم مكتومي القيد تقريبا نحن حسبناهم بال100 الف استندنا لعدة وفق آخر إحصاء نعمل بال2009 من عمل إحصاء من عمل كمان نحن نعمل كالكولاسيون لأخذنا بالمتر المربع بمنطقة مربعة قد بيطلعوا قلنا تقريبا يعني عملية حسابية افتراضية افتراضية لأنه مضطر أنا أوكي. مين أنا تأجي أعمل إحصاء للبنان نعم. إذا الدولة اللبنانية يعني أنت اخترت موضوع كتير كبير وكتير مهم مش هيك أنا عم بسأل عن الإمكانيات الموضوع بتصرفك هي مصطفى استاذ نقولها بالنهاية أنا بعتبر شغلي أنه أنت لما عم تدافع عن حق أم هي جابتك هي نعم. خلفتك هي كانت سبب بالوجود أنت عم تحاول ترد جزء بالمية نعم. من حقوقها عليك اليوم كل امرأة بلبنان أو كل طفلة هي مشروع أم اليوم الرجولة تحتم عليك نعم. أنك أنت توقف وتدافع عن حقوقها إذا بدك تعتبر حالك أنه أنت شهم وعندك أخلاق وتنتمي للطبقة الإنسانية لا. لأنه تقلك شغلي اليوم نحن نستغرب يمكن بلبنان أنه رجل بدافع عن حق المرأة طيب ما فيك تسأل حدا إذا عم دافع عن حق البسينة ليه بدافع عن حقها هذا إنساني عنده شعور إنساني ما فيك تجي تقله إذا ليه أنت واقف ضد دمع الطفل طيب انا اليوم يعني بتابعكم وبعرف اللي انتم مقررينه انتم متكلين على الراي العام ولقاءاتكم مع المسؤولين المعنيين لحتى تعدلوا شيء تتغيروا شيء لتغيروا هذا القانون وقلت انا بالبدايه وبرجع بكرر هلا انتم قلتوا وفق الدستور اللبناني شو عانيت يعني طبعا بتعديل القانون وليش الارتباط بالدستور اللبناني من شو خايف ومين بدك تطمن انت انا عم طمن الناس اللي زرعوا لهم براسهم انه هيدا القانون هو رح يغير لك منطقتك هو رح يخلي فلان اكثر منك هو رح يجي يهزك هو رح هيدا انا عم طمن هون الناس انا ما عندنا احصاءات كمان مثل ما انت عم بتقول أكيد. يعني ما هو ليش ما عندنا احصاء أيوه. لانه ما بيطلع عددهم كلهم 200 الف واحد بلبنان المشكله كلياتها ما بتحرز هال يعني هالمشكل هيدا حجمه فنحن لا نتكل على السياسيين فقط نحن نتكل على ضمائر بعض السياسيين اللي هن فعلا واقفين مع هاي القضيه وفينا بأي نهار نجي نسمي مين معه ومين معه فيك تسمي هلا لا أنا كتلة لا. المستقبل قدمت قانون نعم كتلة جنبلاط قدمت قانون نعم الرئيس بري أنا حسب معلوماتي أنه من مجالسه الخاصة أنه هو مع هيدا الشيء باقي عنا أنا مع الكتائب يعني مع الشيخ سامي قعدنا مرة قال أنه هو مع هيدا الحق بس حاليا والقوات بتقول بس ما شفنا شيء على الأرض اليوم الحزب حزب الله والتيار الوطني الحر هني رأس الحربة بالمعارضة فأنا طلعنا اجتمعنا مع جماعة بالحزب تنفهم مع الحاج محمد رعد أنه شو وجهة نظركم نعم أنتوا ليه لأنه ما بدك تزعل حليفك بتضحي بمئتين ألف واحد ولا شو تفهم أنا وين واقف شو كان جواب الحزب أنه لا هيدا حق كلهم حتى لما اجتمعنا مع الوزير باسيل نعم. قال هيدا حقكم وهيدا نعم. لازم تاخدوه بس إنما بضوابط إنه لو تفضل نحط الضوابط ما عندنا شفناه شو الضوابط المقصودة هون هاي البديل أي ضوابط إن كان ما يطبق على المرأة اللبنانية سوف يطبق على الرجل يعني نعم. ممكن أنت تحارب قصة المارياج بلون بطريقة
في ضوابط بكل دول العالم لتحارب المارياج بلون، الزواج الابيض، ماشي، مع انه الرجل عم بينفذ المارياج بلون هلا. اليوم انا بعرف كثير لاجئين ارتبطوا برجال لبناني حتى يبقوا بالبلد هون، وصار عم بتشتغل هو وهو بياخذ معاشها. اوكي، اليوم اي قانون جنسيه بالعالم يخضع لضوابط نجي بنحطها، في ضوابط. اليوم انت بتجي بتقول انا ابن لبنانيه، نعم، عظيم، اهلا وسهلا فيك، شو عندك هاي الاثباتات؟ اوكي اهلا وسهلا، بنقدر بنعطيك اياها الجنسيه لانه انت توافق هذه الشروط. كذلك الامر لما الرجل اللبناني بيتزوج امراه اجنبيه، ماشي، بتاخذ اولادها، بتاخذ الجنسيه وبتصير لبنانيه واولادها، وبعد كم سنه بيتطلقوا تحمل تاخذ اولادها وبتفل على بلدها، بس بعدها لبنانيه، يعني تحافظ على جنسيتها طبعاً، لا تسحب منها طبعا. هيدي ما قال ما حدا وبيع الجنسيه. اليوم انا المراسيم التجنيس اللي صدرت وبيناتهم اشخاص مطلوبه للانتربول، نعم، وتجنسوا اخذوا الجنسيه. انت خايف من فقير ياخذ جنسيه، ما خايف من ملياردير مطلوب للانتربول؟ اذا صار لبناني قد ايه بيقدر ياثر لك هون بالوضع السياسي؟ طب اليوم يعني الراي العام اللي انتم متكلين عليه والمسؤولين، قد ايه بدنا نعول عليه الوصول الى تعديل القانون وفق الدستور اللبناني؟ شو بدي انطر؟ نحن مش متكلين على المسؤولين، نحن متكلين على حالنا بصراحه، ومتكلين على الله. بدنا امكانيات، نحن معلش بنقدر نغير، بنغير، اذا ما غيرنا هذا عمل تراكمي، هذا العمل. قد ايه لكم مبلشين بحمله جنسيه كرامتي؟ 10 سنين. شو قدرنا عملنا اليوم على الأقل؟ وجودنا هون انتصار. نعم. القضية رأي عام، بعرف أنه أنت مع هاي القضية ومع كل حقوق المرأة جواتك. نعم. وهيدا يعني أنا هيدا شيء فخر لما بحس أنه حضرتك معنا. هيدا قضية رأي عام، لما كل تلفزيون عم يحكي بحقوق المرأة اللبنانية قضية رأي عام. حتى أنا عندي نقطة بما يتعلق بالعنف. نعم. تعريف العنف ضد المرأة اليوم، العنف ضد المرأة، بدنا ناخذ اتصال ونتابع. يعني العنف ضد المرأة، خليك انا فوز، حط فوز عندنا بس حطيت. يلا الو الو الو، تفضلي. في شارك معكم. الو الو، تفضلي تفضلي، انت على الهواء. بونجور، اهلا. معك بشاربيل. تفضلي تفضلي تفضلي. انا مواطنة لبنانية. نعم. اوكي. جوزي من فلسطين الجنسية. فلسطين الجنسية؟ نعم. عندي أولاد، وأن أولادي من ذوي الاحتياجات الخاصة. عندها طفل احتياجات خاصة. أوكي. أوكي، بدك توطي شوي صوت التلفزيون بشكل أوضح إذا أمكن. بنرجع نعيد، أنت متزوجة من فلسطيني. أي نعم. عندك أولاد؟ عندي أولاد من ذوي الاحتياجات الخاصة. من ذوي الاحتياجات الخاصة، نعم. أي نعم. قد إيه أعمارهم؟ اولادي يعني هلا 8 سنين. العمر كله يا رب. ماشي. نعم. تفضل. فبالما هن حطيتهم بمدرسه، طلبوا مني انزل على، نزلت على وزاره الشؤون. نعم. قلت لهم بدي اقدم لاولادي، لان اولادي من ذوي الاحتياجات الخاصه، عملوا لهم اختبار. اوكي؟ طلعوا الاولاد بدهم بطاقه. ولكن ما اعطوني اياها. مين ما اعطاك اياها؟ تحت رفضوا. لانهم منو لبنانية. نعم. اوكي. طب وكيف اساسا قبلوهم بالمدرسة؟ انا حطيتهم على مدرسة على حسابي انا. اوكي. فليش هالتهميش هيدا كله لإلنا؟ ليه؟ واذا مجوزي انا اجنبي؟ ما ببلاد برا، ببلاد برا بس الواحد يتجوز بياخذ الجنسية، ما في سنة سنتين او 5 سنين اللي هن دغري بيعطوا الجنسية. تكرم عينك، وصلت الفكرة. وعنا نحن هون بلبنان اكثر من 10 سنين بصير مواطن لبناني، فجوزي خلقان هون وبيو اجى على لبنان. وصلت الفكره حبيبتي، خلينا نشوف استاذ مصطفى شو عندك بهال. يعني انا اول شيء بقول لها لانه شاربي، انا بتشكر قوه قلبها انه تطلع هيدا الصوت اللي يعلى. انا هيك بحب يعني بهاي القضيه. نعم. وبتاسف كثير انه وزاره الشؤون مش بس ما عم تعطي بطاقات لأبناء الأم اللبنانية من ذوي الاحتياجات الخاصة، إنما مانع عنهم 400,000 كمان. نعم. ومانعين عنهم المساعدات الخارجية، يعني مصر بتبعت على لبنان. نعم. مستثنى المصري ابن اللبنانية، فرنسا بتبعت على لبنان مستثنى الفرنساوي ابن اللبنانية. نحن بنتمنى على هي معلومات مؤكدة يعني. ايه اكيد. ولو طبعا ولو ما احنا ما عم بيقابلنا وزير الشؤون، عم نطلب منه موعد، ما فاضيلنا يمكن ما يقبلكم ولا مرة؟ لا لا مستشارينه ابدا. يعني طب مدير العام؟ ولا شيء. مدير العام الشؤون اجتمعنا فيه قبل ورفعنا له رائع للقاضي عبد الله. بس نحن وقتها طلبنا كل ما بيجي وزير بدك تروح تحكي له الخبريه من اولها،
ما هي كمان توقف عند الوزير اذا مضي او تعمل DVD يعني بدك تروح تخبره انه اولاد الام اللبنانيه يعني مثلا دوكيومنتير DVD كل ما يجي حدا ايوه هيك عم فكر. وكمان وزير الصحه وقت نعم. اتصلنا بتقلنا سكرتيرته انه هو هلا مهتم باللبنانيه، شو عندنا مشكله مع وزاره الصحه هلا عن جديد هيدي صارت؟ لا هو عاده اخر مره حكيت وزاره الصحه امتى كانت؟ من جمعه قلنا لها بقى عم نحاول لنا 6 اشهر نحكي مع الوزير ما عم نقدر نعم مع انه هو عم بيتجول وياكل جاتوه بالطرقات بس نحن ما عم نطالب لا ما في انا اذا بتسمح لي بما يتعلق بوزاره الصحه انا بضمن لك بيكون الموعد قريب وقريب جدا ان شاء الله هلا شو المشكله عندنا نعم انه نحن ابناء الام اللبنانيه اللي متخرجين تمريض نيرسينج هون بلبنان ومن خريجين لبنان ما عم يعطون اذن مزاوله مهنه نعم يعني كانوا يعطوها سنويه كل ما بيجي وزير بوقفها علما انه الاخ الفلسطيني ما بده اذن مزاوله مهنه بحق له يشتغل تمريض نعم طب انا هون كل خريجين التمريض بلبنان حاططهم ببيتهم لانه اولاد ام لبنانيه علما انه عندنا 50% نقص بالتمريض وهلا الممرضين اللي بوجه لهم تحيه هن بالبورد الاول مثل ما بيقولوا بمواجهه الكوفيد 19 نعم. طبعا فليش نحن كمان ما اولاد الام اللبنانيه يعني قاعدينهم على جنب أنا بوعدك إنه خلاصة هذه المقابلة لقاء مع وزير الصحة بيكون قريب وقريب جدا ويا ريت تنقل مشكلة أم شربل إذا بتقدر لوزير طبعاً الشؤون لأنه طبعاً لأنه أطفال عمرهم 8 سنين ذوي احتياجات خاصة شو بيعمل شو بتعمل الأم فيهم هون إذا يعني بعد عم تسمعنا أم شربل يا ريت بتقدر تتصل فينا وتترك رقم تليفونها كثير منيح إذا رقمه بعده موجود مع الشباب خي مصطفى بالختام يعني من خلال إطلالتك عبر مشاكل وحلول بتمنى أنه هذه المشكلات اللي حكينا عنها فعلا نتوصل إلى إيجاد حلول مع المسؤولين مع المعنيين ولو كان ببادرة لقاء واجتماع ودراسة ملفات لأنه مهم كثير أنه نبدأ من أول الخطى وتكون مباركة من خلال سعي كل المعنيين أنا كنت حاطت بوز على شيء ما بعبز عنه تفضل تفضل لا البوز على موضوع العنف مش رح فوت فيه رح أقول إنه لا رح أقول إنه كل أنواع العنف معروفة نعم الأذى العاطفي الجسدي بس أوكي. إلا العنف القانوني ما حدا بيحكي فيه نعم أنا بستغرب إنه حتى الجمعيات حتى النسويات ما بيحكوا بالعنف القانوني اليوم أنت وقت ما في قانون يحمي المرأة اللبنانية الأرملة والمطلقة وما بيعطيها حقوقها وما بيضمنها بإلا إذا انضربتي اتصلي فينا بس ما أنت عم تضربوها بالقانون قبل ما تتصل فيكم لو في قانون بالأصل يعطيها حقوقها منه محتاجة تتصل فيكم ما هي عارفة إذا اتطلقت مثلا وحياتها مش مزبوطة هينرموا ولادها سو عم تسكت العنف القانوني أشد قسوة يكاد يصل إلى الصلب ها أنا بعتبره العنف القانوني هو عم بيؤدي إلى تدمير المرأة بلبنان أنا مصطفى شكرا لك رئيس جمعية مصير لحقوق الإنسان حملت جنسيتي كرامتي الله يخليك شكرا سيدي ميرسي كثير على استضافتك أهلا وسهلا فيك رح يكون لنا لقاءات تالية لأنك هذه هي الحلول حنتابع معك المشاكل هذا وعد طبعا أصدقائي نحن رح نتابع معكم برنامجنا محطة للإعلان وبنرجع نتابع بعدنا معكم وبعين دايما عبر مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان كل المشاكل ممكن تنحل بإطار اهتمام الدولة والوزارات والإدارات المعنية واقع القطاع السياحي اللي كتار ناضلوا لحتى يكون شهر 12 هو شهر إنقاذ إنجاز التعبير لحتى يكون في استثناء للمؤسسات مؤسسات القطاع السياحي استثناء من الإقفال كان جزئي ولا عام وهيك صار ولكن أمام بعض التدابير البعض اعتبرها قاسية جدا وهي تنفيذ 50% اللي بيعتبرها إرهاق لمؤسساته وإدارته والمصاريفية أكثر من 50% عن هذا القطاع وموضوع تمديد التعبئة العامة ل 31 أذار بناء على قرار من المجلس الدفاع الأعلى بينضم لنا عبر سكايب رئيس نقابات المجمعات البحرية السياحية وأمين عام اتحاد النقابات السياحية جان بيروتي أهلا وسهلا فيك عبر مشاكل وحلول أستاذ جان تحية لك ولكل المشاهدين شكرا سيدي يعني وقت اللي بنقول سياحة بنقول قطاع عم بيواجه مشاكل وتحديات بصراحتك كيف ممكن نتجاوز هذه المشكلات وهذه التحديات بهذه المرحلة أستاذ جان المؤسف انه الازمات عم يتعرض لها البلد اكيد عم تنعكس مباشره على القطاع السياحي والمؤسف اكثر انه كل الناس عندها ازمه كورونا نحن عندنا العديد من الازمات ولحد هلا لو كان في بعض العلاجات الجزئيه بكورونا ام بغير كورونا انما اليوم نحن بعيدين كل البعد عن اي معالجه حقيقيه للوضع
يعني هذا الواقع كثير مهم نحكي فيه عن تداعيات المشكلات والتحديات خاصة بشهر الأعياد، لأنه الكلام عن اللي عم بتواجهه القطاعات السياحية اقتصاديا كان أم جائحة كورونا، وكان في تداعيات لانفجار مرفأ بيروت مؤخرا، كل هذه الأمور أخذوها بعين الاعتبار المعنيين وقالوا أنه مفترض بالأيام يلي جاي يكون في عنا مرحلة إنقاذية، وهذا هو المرتجى من خلال التواصل مع ضيفنا جان بيروتي اللي هو أمين عام اتحاد النقابات السياحية، على أمل أنه نحن وسيد جان نقدر نكون على التواصل واضح لحتى نحكي عن فرصة لبنان بهذه المرحلة. بالواقع الكلام عن لبنان وفتح الأسواق والمطاعم بهذه المرحلة منقول أنه هو شغلة أساسية، لأنه الهدوء الأمني يشجع المغترب اللبناني إلى العودة لبلده لبنان. نحن بحاجة لفرش دولار بهذا الوطن، الكل صاروا عم بيجاهروا بيقولوا أنه علينا نفتح المطاعم المقاهي، نفتح الأسواق، نحتفل بالأعياد وفق التدابير والإجراءات الخاصة بالكوفيد، ولكن على أمل كلنا سوا نكون واعيين لأهمية هذه المرحلة الخاصة بوضعنا وبلبنان، لأنه لبنان بحاجة لحتى يستمر. المؤسسات السياحية خاصة ما بتحمل ضغط 50%، ما بخليها تقدر تستمر في ظل الحفاظ على طاقمها البشري والعمال يلي هن موجودين أمانة عندها، عم تضطر في بعض الأحيان تستغني عنهم، ترجع تشتغل معهم بعقود محايدة، ولكن هالشي ما بيريح للإدارة ولا بريح طاقم العمال. طبعا نحن منعول على السياحة الطبية من خلال إعادة فتح الأسواق، وهيدا يلي بتشهده يعني الأوساط بكل لبنان وبالوطن العربي، بيقولوا أنه السياحة الطبية مهمة كتير لاستيراد الدولار، وخاصة وقت اللي بنقول أنه السياحة الطبية العراقية معول عليها بهذه المرحلة بلبنان. بنرجع لضيفنا أستاذ جان بيروتي، بدي أرجع معك سيدي، وبدنا نعتذر عن الانقطاع الخارج عن إرادتنا. ألو. أكيد مش أنت اللي بدك تعتذر، خلينا نعتذر أصحاب الاختصاص يلي هن مسؤولين وين صرنا بالبلد. نعم سيدي، يعني اليوم عم نحكي عن نرجع لحديثك، كان حديثك بمطرحه وبحب كثير اسمعك انت ما بتحكي. بشهر تموز ايه بايلول وتشرين فات على البلد اكثر من 120 الف سائح. نعم. انفقوا ما يقارب 320 مليون دولار. نعم. بنص نوفمبر نحن سكرنا البلد وتركونا كل الناس اللي كانوا موجودين هون. كان بشهر بين 15 اكتوبر 15 نوفمبر فات ما يقارب 15 ألف سائح عراقي على البلد. نعم. أنفقوا ما أنفقوا من مصاري، يعني بتعرف عدد الإنفاق عند السائح العراقي هو من 3 إلى 5 ألف دولار بإقامته يلي هي بتمتد من 7 إلى 15 يوم. نعم. نحن اليوم لو مدركين حقيقة للحلول اللي بدنا نعملها، أول شيء ما منحمل القطاع السياحي مسؤولية كورونا وتفشي كورونا، لأنه نحن الوحيدين اللي التزمنا بكل شيء إجراءات لدرجة أنه بما طعمنا وبما سبحنا بأوتيلاتنا عندنا مستوى من الالتزام أكبر من اللي موجود بالمستشفيات. وإذا كان في 1600 مريض طبيب وممرض انصابوا بالمستشفيات بالكورونا وهن بيعرفوا السبب شو هو وسبق وحكينا فيه، لأنه عدم الالتزام عندهم بالمعايير الطبية لتطهير الثياب ولغيره ولغيره من هالأشياء. نحن لأنه في قطاعات اليوم هي أكثر شيء من شافة اللي هي التجارية، هذا المعطر اللي عنده محل بعده بيع سكربيني وفوت وفستان إذا حدا اشترى عنده، ومطعم بيشتغل كل يوم بيوم بتشوفير التاكسي إذا فتح بيشتغل إذا ما فتح ما بيشتغل. نعم. هودي فينا نحملهم مسؤولية هالأمور هيدي ونكب على عاتقهم خسائر كبيرة لحد درجة إنه لا هني ولا موظفينهم ولا. نعم. يعني بس بدي أقول لك شغلة، إنه عدد القطاع الصحي 1770، أنت قلت 1600، يعني يا ريت بقيوا على 1600 وكلهم يعني وصلوا لمرحلة الشفاء، يعني العدد 1770. ولفتني وقتي اللي قلت إنه التدابير يعني اللي عم بتكون معتمدة بالفنادق يعني هي أدق من الموجودة بالمستشفيات إذ لم تعادلها بهذا المستوى، وهي هون تحية لكم وعلى كل هذه الإجراءات والعمل على تنفيذها. ولكن يعني نحن عم نقول إنه بهذه المرحلة تمدد حالة التعبئة العامة ل 31/3 أدار، شو بيعني يكون هذا الموضوع، وهل من إعاقات برأيك بإعلان التمديد فيما يتعلق بالدوامات والعمل ليلا أو غيره؟ تمديد هذا هو تمديد طبيعي لأنه بعده الفيروس بعده موجود بلبنان. نعم. وبالعالم كله،
وهذا بيسمح للحكومة ولمجلس الدفاع الأعلى إنه يأخذ قرارات ملزمة. نعم. سيناريو اللي هالتدبير هيدا مشان تلزم كل الناس تطبيقه، هذا شيء عادي، من ما عندنا تحفظ عليه. تحفظ هو اليوم موجود على نحن جايين على فترة أعياد بعد الحفلات الصغيرة الأعراس اليوم بلبنان لا تتعدى 100 شخص. لا فينيو يعني المطارح اللي بينعمل فيها الأعراس هي لألف وألف وخمسمية شخص. مسموحة ولا ممنوعة؟ استاذ جان مسموحة ولا ممنوعة الأعراس؟ بس بدي أعرف. بعد ممنوع على تاريخ اليوم. بعد ممنوع. إذا بيفتحوا 15 شهر. نعم. رغم إنه بالصيفية كانوا مسكرين، رغم إنه هذا القطاع بيشغل 60,000 شخص بشكل مباشر وغير مباشر. نعم. أنت ما بتعرف شو بيدور حول هالقطاع، من الزهور للصوت للإدارة للإضاءة لغيره للأكل. هذا قطاع بأمه وبيه، فيك تفرض عليه كل المواصفات اللي بدك اياها وكل التحفظات اللي بدك اياها. استاذ نقول نحن اجتمعنا مع لجنه كورونا باخر شهر اب، بنص شهر اب. نعم. وضعوا علينا دفتر شروط معينه لنفتح. نعم. كلفنا شركه خاصه تيجي تعمل انسبكشن، تيجي تكشف على مؤسساتنا بشكل سري، يعني هذا بسموه الانسبكشن، هذا اللي بيجي لهون ما بيقول انه شو وظيفته، بيقعد بيطلب فنجان قهوه ببلش يحط نقط. بالقطاع المطعمي اخذوا 80% بالقطاع الفندقي اخذوا 83%، بقطاع المسابح اخذوا 87%. نحن رحنا في ابعد مواصفات انه نحن نقدر نكون فاتحين. نعم. لانين هم سلامه موظفينا، سلامه روادنا وسلامه اولادنا. في قطاعات اليوم حرارتها المقصصه، قطاع السهر اليوم فيك تفرض عليه 30% هي 40%، بس ما فيك تسكره بالاعياد، لانه اذا ما في بلبنان مطعم وما في سهر وما في باب وما في عرس، شو بيجي يعملوا بلبنان الناس؟ صدقني معظم الناس اللي عم يشتغلوا بالوطن العربي كانوا مقررين ياخذوا اهلهم يعيدوا عندهم، لانه التغت الفيز بالامارات وبغير الامارات صاروا هن جايين يعيدوا بلبنان، والا هن منهم جايين يعيدوا بلبنان. طب كيف رح يكون شو برنامج؟ شو عم نعمل بحالنا؟ نعم، شو رح يكون البرنامج يعني بشهر 12؟ ما فينا نسكرها. نعم، شو رح يكون البرنامج استاذ جان بيروتي؟ شو رح يكون بالبرنامج بشهر 12 فيما يتعلق بالقطاع السياحي؟ شو رح تكون يعني الاستنفار؟ لوين رح نقدر نستفيد منه؟ أهم شيء بالبرنامج إذا بتطلع على الدعايات بالعالم بتلاقي المطربين اللبنانيين كلهم عاملين حفلات بالوطن العربي إلا بلبنان. نحن بلبنان اليوم قادرين نوضع كل الشروط بمناطق معينة اللي هي فيها حركة سياحية. نعم. نقدر نحط كل الشروط المطلوبة، نجبرهم يلتزموا، واللي ما بيلتزم سكروا بالشمال الأحمر، وقابل انه هالقطاعات تستمر. يلتزموا بشو؟ بال 50% يعني؟ الشروط اللي هي موضوعه من لجنه كورونا. نعم. تباعد طلب، نحن شلنا الطاولات من المطاعم، خلينا بس 50% من الكراسي، يعني اذا حب واحد يعمل اي مخالفه ما في عنده كرسي تقاعد عليها. يلتزموا بالكمامه للموظفين، يلتزموا بالتطهير، يلتزموا بكل انواع الاشياء اللي لازم تكون والشروط المحطوطه مشان. نعم. ويكون مين يكون الرئيب؟ يكون الرئيب زبون بالاول. نعم. ومن ثم اداره المؤسسه ومن ثم الضابطه اللي هي بتراقب هالموضوع هذا. طب اليوم نحن باطار المتابعه لهذا الموضوع، اليوم انتم كقطاع سياحي بخلاصه يعني ال 2020 تعتبروا انه هذه المرحله هي من ادق المراحل اللي انتم عانيتوا منها بهذا القطاع، ولا هذه المرحلة مفصلية راح تكون؟ عم تسمعني استاذ جان؟ أنا بهمني أسأل استاذ جان بيروتي إذا كان عم يسمعني حتى نحكي عن هذه المرحلة، قديش مفترض تكون مصرية ومفصلية بالإضافة لكل التداعيات المفترض أنه تتخطاها النقابة، لأنه واقع العمل بهذا القطاع مهم وأساسي. عم تسمعني استاذ جان؟ استاذ جان عم تسمعني؟ يبدو انه كمان مره فقدنا الاتصال، ما بعرف ليش عم تتكرر، ولكن يعني هالموضوع يلي عم نحكي عنه مهم كثير. نقول اصدقائي نحن عم نضوي كنا على التحديات والمشاكل بشهر الاعياد يلي عم بتعاني منه يعني مؤسسات السياحه بلبنان. الكل بيعرف قديش ضخامه المشكلات يلي مرق فيها هذا القطاع، وقديش في مؤسسات كبيره وكثيره اعلنت اقفالها والاستغناء عن كل العاملين عندها، كانوا موظفين ولا متعاقدين ولا مقيمين ولا فريلانس. الكل صار قاعد بلا شغل بهذه المرحلة. القطاع كان طلب من كل المعنيين تمديد فترة الأقفال بالحظر المسائي للساعة 10، ولكن البعض الآخر غير راضي، لأنه مفترض نفرق بين المقاهي
والمطاعم، وقديش مهم نقول انه اذا عرفنا نحن شو عم نعمل ممكن نتوصل فعلا الى انقاذ هذا القطاع الاساسي. استاذ بنرجع معك كمان مره مع تاني اعتذار باقل من ربع ساعه للانقطاع عبر السكايب. تفضل. كونكشن بطيء جدا يمكن. اي بتصور انا كنت ما كنت عم بسمعك، بس بحب انا اكمل بشغله صغيره. ايه كمل تفضل، لانه صرت حكي بهالموضوع عده مرات. تفضل. الموضوع بالنسبه لنا هو ما يدور اليوم حول التدقيق الجنائي والدعم اللي عم بيصير من قبل مصرف لبنان. نعم. واللي كل يوم عم بيكلفنا 20 مليون دولار كل يوم. الطرح كان التالي اليوم. نعم. انه نحن اذا عم ندعم ب 20 مليون دولار كل يوم، نعم، احنا عندنا 500,000 عائله، هن عم بيقولوا 100,000، انا عم بقول 500,000 عائله. نعم. اذا دعمنا كل عائله اليوم ب 100 دولار كل اول شهر، عم نتكلف 50 مليون دولار. 50 مليون دولار هن 600 مليون دولار بالسنه. نعم. يلي هن عم ندعمهم بشهر واحد، لانه التهريب ماشي والهدر ماشي. انا ما بعرف ليش في ناس عندها مستوى دخل عالي بدنا ندعمها. انا بعرف انه في اكثر من 8% من اللبنانيين لحد اليوم بيقبضوا من الدولار. وانا بعرف انه في بلبنان 1.5 مليون لاجئ ولا سوري وفلسطيني وغيره وغيره. اذا ضلينا ندعمهم هودي ما راح يرجعوا على بلادهم، ما في لزوم يرجعوا على بلادهم. شو هالهفوه اللي عم نرتكبها بحالنا؟ نحن عم بدنا نعمل تدقيق جنائي، حق نعمل تدقيق جنائي، لازم نعمل تدقيق جنائي. بس لازم نوقف الهدر كل يوم. 20 مليون دولار عم نهدرهم كل يوم من مصريات الناس اللي هي موجوده بالبنوك، عم نهدر لهم اموالهم. نعم. ما بفهم ليش بدنا نضل نهدر 20 مليون دولار بالنهار بدل ما ندعم الشعب اللبناني بمليونين فقط ويوصل هالدعم ل 500,000 عائله لبنانيه. 500,000 مضروبين ب 100 دولار بيطلعوا 50 مليون بالشهر، بيطلعوا 600 مليون دولار بالسنه. نحن اليوم عم ندعم 600 مليون دولار بالشهر. حدا يرد علينا ونفهم على بعض انه هالشيء بيصير بطريقه كثير هينه. ما بدي الا توصل معك اخراج ايد عائلي على البنك، بعطيه اخراج ايد عائلي بفوتك على الداتا وبيعطيك بطاقه كريدت كارد فيها 100 دولار تتشرج تلقائيا كل اول شهر. 100 دولار على سعر الاسود، يعني اليوم 8,000، يعني عم نحكي عن 800,000 ليره. عم حرام نكمل نتحدث عن شيء وتاركين على جنب الهدر اللي كل يوم عم بيصير، واللي من يوم اللي بلشت الازمه لليوم هدرنا 9 مليار دولار. نعم. وبعد مكملين. حدا يسمع بقى، صار لي بحكي بهالموضوع اكثر من اسبوعين ثلاثه، ما عم بلاقي حدا يسمع، وبعدهم عم بفتشوا على حلول. اي حلول عم نفتش عليها؟ اذا بعدنا عم نتغاضى يعني نحن بدنا التهريب يضل ماشي. اذا بعدنا عم نتغاضى يعني نحن بدنا هودي اللي لاجئين يضلوا يندعموا. بدنا الناس اللي عندها قدره تضل تندعم، والا الحل هين وسهل وما في اهين منه. يعني ان شاء الله. انا بتشكرك وبعتذر اذا انا حكيت كلام. لا بالعكس، لا بالعكس، ان شاء الله ان شاء الله المعنيين يسمعوك. بس انا برجع بدي يعني محور حديثنا اسالك عن برنامج شهر 12. يعني كيف المؤسسات السياحيه بشهر 12 رح تستعد لتوديع سنه واستقبال سنه بتمنى تكون سنه خير وبركه 2021؟ رح يكون في نشاطات، برامج، حفلات، ولا بالقانون لحد اليوم بعد مش عارفين؟ بالقانون اليوم لحد هلا ممنوع. المؤسسات السياحيه اكيد رح تكون ناشطه بهالفتره هيدي. نعم. رح تحاول ضمن الممكن وضمن التسعيره اللي عندها اياها اللي قدرت تحصلها من المواطن اللبناني يلي ما عنده قدره شرائيه انه تخلق جو. اللي عم بفكر بكورونا اذا ما كان في مؤسسات اليوم مضبوطه تحت 50% وقدر تترك تباعد، رح تروح الناس تسهر بالبيوت وتسبب مشاكل اكثر. استاذ خلينا نفكر بشكل ايجابي. نعم. مطلوب من لجنه كورونا اليوم انه تقعد مع النائبات السياحيه، تقعد مع النائبات التجاريه، تتفاهم معهم، مش تاخذ قرارات لوحدها هي، لانه هيدي القرارات عم يحتوها مش على قياس القطاع ولا بتناسب المرحله اللي عم نمرق فيها. استاذ يعني كثار بيقولوا انه اليوم الاسعار بلبنان تناسب الغير لبنانيين، يعني وعبر طبعا مواقع التواصل الاجتماعي بنشوف انه في كثير من نداءات لكل العالم لحتى يجي يعيد بلبنان بما انه الوضع الامني يسمح بذلك. هل انتم بتعولوا على الغير اللبنانيين انه يكونوا معنا بالعياد لحتى يقدروا نوعا ما يدعموا هذه المؤسسات لحتى تقدر تستمر انطلاقا من حاجتها للفريش دولار؟
انا عم بطلب من اللبنانيه يجوا يعيدوا بلبنان، لانه اذا بدك تدعي اليوم غير لبنانيين بدك تشوف يعني اليوم اللي بده يسافر يترك بلده ويجي على لبنان وبس يرجع على بلده وينحجز 15 يوم بالحجر، ما لنا لعبه ولاد صغار وما لنا شغله هينه، خلينا نكون واقعيين وما نعول على امور كبيره. اليوم بلبنان اذا عنده بي سي ار بيقدر يفوت وما عنده حجر. نعم. انا بدي اطلب من اللبنانيين بس يجوا على لبنان يعيدوا بلبنان ان شاء الله، يعطوا فرصه لاهلهم لهالبلد. اوكي اكيد هن عندهم قدره انفاق، فرصه لبنان اليوم بارخص الاسعار، لبنان اذا بيجيب معه كان واحد 10000 دولار بيقضي جمعه بلبنان، اليوم اذا جيب معه 1000 دولار بيقعد 15 يوم بلبنان. المطلوب اليوم انه هاللبنانيين يوثقوا بعد مره بالناس، مش بالدوله ولا بالحكومه ولا بالناس عم بتدير هالبلد، يوثقوا بالمجتمع يوثقوا بالناس ونتضافر كلنا مع بعضنا تنمر المرحله اللي احنا فيها. انا من هون بدي وجه رساله لكل المتضررين بانفجار 4 اب انه شو فينا عم نجرب نتساعد تتفتحوا قبل العيد تكونوا موجودين تتردوا لبيروت بس متى تتردوا لشارع الجميدي حياته، هيدا سر من اسرار قيام لبنان ووجود لبنان. انا بدي اشكرك استاذ جان بيروتي، طبعا حضرتك انت من خلال كل اللي حكيته بتعبر عن راي الكثيرين، ولكن ما بعرف اذا كان بحق لي انا نقول ينعاد علينا او ينعاد عليكم او كل عيد وانتم اوعى تقول الكلمه، بدنا نتمنى ما بدنا ينعاد علينا، بدنا نتمنى انه تكون الايام اللي جايه افضل بكثير من الايام يلي نحن عشناها، بدنا نقلب هذه الصفحه السوداء على صفحة بيضاء مضيئة مشرقة بوطنية وحرية وسيادة واستقلال. حدد مطالبك بالصحة، لأنه القيمين على البلد اليوم بعد ما وعيوا أنه هذا البلد وين صار، حدد بس مطالبك قول الله يعطينا صحة وبس. شكرا سيدي، شكرا لك وإن شاء الله الأيام اللي جاية بتحمل كل يلي يعيد إلى هذه المؤسسات حالتها الطبيعية وبالتالي على كل لبنان. طبعا لهون أصدقائي بكون نحن وصلنا لنهاية برنامجنا، بنلتقي معكم دائما بإطار السعي إلى إيجاد حلول عبر مشاكل مطروحة والكل بيعرفها وبيحكي عنها وهي حديث السالونيت، ولكن مهم جدا أنه نسمع من ضيوفنا شو هي وجهة نظرهم. بالختام بشكركم، بشكر الفريق العامل شباب، يعطيكم العافية. دائما نحن وأنتم بنلتقي عبر تلفزيون لبنان بإطار مشاكل وحلول. إلى اللقاء.